احنا نسلحه وايه ونشوف التحقيق بتاعه. التسليح الزد زي ما احنا اتفقنا عندك دي 1500، يعني اقدر اقول هنا في 10 تسياح ماشي، وهنا في عندي 40 اقدر احطهم مثلا 3 مظبوطين. وادي هنا القطر، انا هختار قطر 20 مظبوط. واختار بعد كده الكنات، انتبهوا يا باشمهندسين الكنات دي تختارها ازاي. ادي هنا مثلا اختار والله 6، الحته دي مهمه جدا ماشي. طبعا انت حسب الطول بتاعك بتختار في الكنات، وتختار بعد كده ترجع تاني. ادي 6 وادي دي البي 12 ماشي، يبقى انت تستخدم كنات بي 12 ماشي. وادي الكنات بتاعتك كل مثلا فرضا مثلا كل 15، هنا كل 15 تمام. واجي اختار هنا باشمهندسين اهو بي 10 بي 12 تمام. واجي هنا باشمهندسين تشينج اتش جروب، اقول له اوكي. احنا باشمهندسين واضغط على ديزاين موديفيكيشن ممبر، وهتشوفوا دلوقتي الفرق. انتبهوا 227، شوفوا هتوصل لكام، وصلت ل 99. يبقى عندنا هنا كانت في مشكلة. طبعا باشمهندسين خلينا نتفق، لما تطلع لك النسبة هنا 99 معناها ان انت محتاج تغيير القطاع. انا عملت حاجة بسيطة هنا، عملت كذا محاولة. انا القطاع كان 40 في متر ونص، غيرت القطاع ل 30 ل 80. ادي الحديد 3-6 ب 16. هنشوف احنا موديفاي اهو، ده شكل الحديد يا باشمهندسين. القطاع 30 في 80، 3 اسياخ اهو من فوق، 3 اسياخ هنا و 8 اسياخ اللي هما في الاتجاه ده تمام. والتسليح بتاعه 16 اوكي، والكنات كل 10، ممكن عاوز تغيرها تخليها كل 15 ماشي، كل 15. واجب هنا باشمهندسين واقول كوبي تشينج اتش جروب، واضغط هنا واشوف هنا هتطلع كام. هنا 81، خلينا اعمل ديزاين موديفيكيشن تمام، اشوف هتطلع كام. انتظر على البرنامج شوية، لان هو اعادة حل بياخد وقت شوية. شايفين يا باشمهندس النسبة رجعت 1.18. ليه؟ لان انا زودت في موضوع الشير اللي هو الجزء الكنات ده كان 10، خليته انا 15. عاوز ترجعه تاني يبقى دي يا باشمهندس تخليها 10، تقدر ترجعها اهو ودي، او ممكن دي يا باشمهندس تخليها ب 12 تمام. خلينا نجرب ودي تبقى 15. انا فقط غيرت هنا القطر يا باشمهندس، غيرت القطر، خلينا اشوف النتيجة. دايما انت هتتعلم الطريقة دي، وتضغط بعد كده ديزاين نوتيفيكيشن، هتتعلم ان انت تدخل التسليح وتدخل الكنات وتدخل عدد الافرع، حديد رئيسي وكل شيء، وتشوف النسبة دي كام ماشي، لحد ما ان شاء الله توصل بعد كده لدرجة من الاحتراف اللي انت يعني تقدر بعد كده قبل ما يدخل البرنامج على التصميم تكون معرف القطاعات زي ما اتعلمنا تمام وكل شيء. بمجرد ما تعمل تصميم هيجيب لك النسبة مظبوطة وكله تمام. طبعا يا باشمهندسين النسبة ما زالت 1.18، دي معناها ايه يا باشمهندس؟ معناها اللي انت تغير تخليها كل 10، لازم كل 10 الكنات تبقى 10، وبعد كده بترجع تاني للديزاين موديفيكيشن ممبر. ها يا باشمهندسين اصبحت 79% تمام. خلينا نشوف شكل العمود اهو، ادي شكل العمود، ادي هنا كان، ادي هنا كان، ادي الشكل هنا 30 في 80 تمام، ده شكل العمود. فطبعا مش مهندسين كان يعني كنت اقدر ان انا